استضافت مملكة البحرين حفل إطلاق مشروع أعداد البلاغ الوطني الثالث لتغيير المناخ وتقرير التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين، وذلك بتنظيم من المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وعدد من الجهات المعنية بالمملكة. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. مع زيادة المطاردة في عدد المركبات التي تشهدها الشوارع في المملكة وما ينبعث منها من غازات مؤكسدة، قد يكون ذلك عاملا إضافيا لقضية أخذتها جميع دول العالم على محمل الجد وهي التغيرات المناخية. مملكة البحرين في هذا الصدد تتجه نحو الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة، وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ. نعتبر هو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجامعات اللي موجودة عندنا والمختصين. راح نطلع بفرق عمل مختصة ستقوم بإعداد البلاغ الوطني الثالث، اللي هو يتكون من عدة فصول، من ضمنها فصل عن التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، فصل تخفيف الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وكذلك شنو ممكن ناخذ من إجراءات في طرق تمويل مشاريع مملكة البحرين للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ. يسعى مشروع الإبلاغ الوطني الثالث إلى إنشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفيئة في القطاعات المعنية بالمملكة، بالإضافة إلى تقييم تأثير تغيير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها، إلى جانب قائمة مقترحة بمشاريع تسهم في التخفيف من التأثر بتغيرات المناخ. قطاعات مختلفة تساهم ولو بشكل بسيط عالميا، ولكن تساهم وطنيا في انبعاث الغازات، مثل قطاعات النقل، قطاعات الصناعة وغيرها من القطاعات. هذه القطاعات يجب أن تتبنى سياسات واستراتيجيات ومشاريع عمل على واقع الأرض للتقليل من الانبعاثات ثاني غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بشكل عام. المواضيع المهمة والقضايا الاستراتيجية التي يجب أن التركيز عليها ومواصلة التركيز عليها لضمان مستقبل أفضل لسكان مملكة البحرين وللأجيال القادمة. لا شك أن هناك قضايا كثيرة تتعلق بالبيئة، منها الاحتباس الحراري والتغير المناخي والمياه والأمن الغذائي. هذه كلها مواضيع مرتبطة مع بعض وتؤثر اقتصاديا وتؤثر على رفاهية المواطن. بالإشارة إلى سلسلة من الجهود الوطنية، فأن مملكة البحرين حققت في البلاغين السابقين التزاماتها الطوعية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، واللذين تضمنا الظروف الوطنية وجرد انبعاثات الغاز وقابلية الأثر والتكيف والتخفيف. في هذا الحفل تم الإعلان عن مشروع أعداد البلاغ الوطني الثالث لتغيير المناخ وتقرير التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين، والذي يتم من خلاله مناقشة آخر المستجدات ومستقبل البيئة في مملكة البحرين وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.